انا الحاجه منال احمد عبد القوي. ليا قصه بسيطه كده، حصل عندي ورم في الرحم، فالحمد لله ان انا عملت العمليه وكده، وبعد ما عملتها بدات معايا بقى ايه مرحله جديده خالص، يعني غير قصه العمليه، ان انا جاتلي سخونيه عاليه جدا، يعني مش عارفين سببها، مش عايزه تنزل، ولو نزلناها بالعافيه بالثلج وبالكمادات بتطلع تاني، مفيش نص ساعه. لما رحنا المستشفى سالت الدكتور واتكلمت معاه، قال لي ان من كتر المضادات الحيويه اللي هي خدتها، فالبكتيريا المقاومه دي لما دخلت جسمها ما كانش فيه حاجه تقاومها. حجزت في المستشفى اكتر من 15 يوم، طبعا اتعاملوا معايا بقى محاليل ومضادات حيويه والكلام ده كله، وبرده مفيش حاجه جابت معايا نتيجه. كتر العلاج اللي هي خدته، انا كنت بجيب لها حاجه مضاد حيوي 750، مضاد حيوي 300، مضاد حيوي 1000، مضاد حيوي مش عارف 200، حاجات كده مفيش حاجه من دي خففتها خالص، ولا حاجه كانت بتنكش في الجرح خالص. لما رحنا بيها الحميات، وكان تشخيص الدكتور ان دي بكتيريا مقاومه، فعلاجها كان هياخد وقت. طب وده نتيجه ايه يا دكتوره؟ ده نتيجه المضادات الحيويه اللي هي بتتاخد، ما بتعملش، ما بتبقاش الحاجه هي. ومش اي مضاد حيوي كان هينفع لها، مهما كانت تاخد مضادات حيويه او اكتر، وكلها ما جابتش نتيجه. وبعد القصه دي طبعا حياتي اتغيرت كتير، لان انا الاول قبل القصه دي ما تبدا معايا، انا اللي كنت بعمل كل حاجه. انا ما كنتش عارف اكل ولا عارف اشرب ولا عارف اعمل اي حاجه مع حياتي خالص. انا ما حسيتش ان انا جبت بيبي الا في الفتره اللي هي تعبت ونامت فيها على سريرها، يعني من كتر تعبها هي اللي ما كانتش بتقدر تشيله. هي حياه البيت ده، هي اساس البيت ده. حتى الشجر انا اللي بسقيه، من يوم ما تعبت ما حدش بيسقي الشجر والله. بس لما بيبعدوا عامل زي العيال يوم مسابته مشيت. بيبقى حزين بجد. لو هتبقى نصيحه فان هو مفيش حد ياخد مضاد حيوي كده منه لنفسه، ولا حتى انك تروح لصيدلي. الدكتور الصيدلي حاجه، والدكتور المتخصص في تعبك حاجه تانية. الحاجه اللي انا طلعت بيها بقى من ورا سوء استخدام المضادات الحيويه دوت، ان انا دلوقتي لما اتعب لازم الدكتور هو اللي يقول لي المضاد الحيوي المناسب ليه. انما اخدنا كده يعني بالطريقه العشوائيه ديت، ضرني كتير، ضرني انا اكتر واحده قسيت منه.